لتحلف باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرر من يحلف باسمه باطلا. ده سفر الخروج الإصحاح 20 آية 7. هل الوصية قصدها بس إن ما حلفش باسمه كذب؟ أكيد. بس لا. هل الوصية قصدها إن أنا ما استخدمش اسم الله بس؟ أكيد، لكن أكيد لا، في حاجة تانية. تعالوا نشوف إيه. وصلت المعنى آخر للوصية إنك ما تنطقش اسم ربنا خالص، حرام. ما تقولش اسم ربنا خالص، ما تقولش والله خالص اسم الرب، مع إن ده مش حقيقي. عارفين ليه مش حقيقي؟ إحنا أغلبية الأسرار في الكنيسة بتتعمل بإيه؟ إحنا أول ما صلينا قلنا إيه دلوقتي؟ باسم الآب. إذن الاسم بتاع الله بنستخدمه دايماً. لما يجي أبونا يعمد، أعمدك باسم الآب والابن والروح القدس. لما نيجي ندي البركة، وأبارككم باسم. إذن أكيد مش المعنى اللي أنا مذكرش اسم الله. الكلمة بالعبري بتقول مش لا تنطق اسم الله، لا، بتقول لا تحمل اسم الله. أصل الكلمة ما تحملش اسم. طب تعالوا نمشي خطوة خطوة عشان نقدر نفهم الموضوع ده. يعني إيه الاسم الأول؟ الاسم في الكتاب المقدس يعني الهوية. يعني إيه؟ فاكرين مثلا بولس قبل ما يتقابل مع المسيح كان اسمه إيه؟ شاول. وبعد ما المسيح اتقابل معاه وغير له هويته، كيانه، غير له إيه؟ اسمه. إذن الاسم هو هوية. مثلا كمان ده بنستخدمه في الرسامة. أنا مثلا قبل ما ترسم أبونا كان اسمي هاني، بعد الرسامة بقى اسمي أغناطيوس، بعد الرسامة المطران بقى اسمي بخوم. تغيير الاسم بيدل على إيه؟ مش روشانة اللي احنا بنختار أسامي جديدة، لا، إن في كيان بيتغير، إن في هوية بتتغير. أنا ما بقيتش هاني اللي كنت بدرس هندسة، أكيد في طباع من شخصيتي وكياني مستمر، لكن في كيان كمان جديد ربنا اداهوني بالرسامة، في هوية مختلفة. إذن الاسم يعني الهوية، الاسم يعني الشخص. يعني إيه أحمل اسم؟ يعني إني أحمل اسم شخص بدخل معاه في نوعين من العلاقة مالهمش تالت، يا إما علاقة بنوة يا إما علاقة زوجية حميمة. عشان كده الله كل مداخلاته في الكتاب المقدس معانا عن طريق حاجتين، يا إما أبناء يا إما زوجة. أورشليم الجديدة، الهيكل الجديد، المدينة الفاضلة اللي نازلة من السماء، حبيبتي أنت جميلة. إذن أحمل اسم يعني أدخل في علاقة بنوة، علاقة حميمة مع الشخص. لا تنطق، لا تحلف باسم الرب باطلا، أول جزء. لا تحمل اسمي، لا تحمل اسمي، لا تدخل معي في علاقة باطلة. طب يعني إيه كلمة باطلة؟ كلمة باطلة في الكتاب حلوة جدا، يعني هبيل، هبل. منها جاي الكلمة بالعربي هبل. إيه الهبل ده؟ لما واحد يقول لك ما تهبلش يا أخي، يعني إيه كلمة هبل؟ يعني واحد يقول حاجة ملهاش معنى بتروح بسرعة، صح كده ولا لأ؟ مش مجنون. الهبل عارفين زي إيه في الكتاب المقدس؟ زي الدخان اللي هو موجود دلوقتي وبعد لحظة إيه؟ مش موجود. عارفين لما يكون عندك غطا وبتسخن مية وترفع الغطا كده شوية بتشوف إيه؟ دخان. بالعبري ده اسمه الدخان، ده اسمه هبل، يعني الشيء اللي ما بيستمرش، مش الشيء الأبدي، الشيء اللي الوقت معين. طيب يعني الوصية بتقول إيه؟ الوصية بتقول لك ما ينفعش تدخل معايا في علاقة علشان حاجة بتنتهي بسرعة. إيه ده؟ كده الوصية معناها تغير خالص؟ طبعا، ما الوصية معناها مختلف خالص، غير عن أقول لك معناها ما تقولش والله العظيم، حرام تحلف، ده أكيد موجود، لكن مش ده قلب الوصية. الله بيقول لنا ما ينفعش تدخل معايا في علاقة تجارية، أنت بتخدمني علشان أنا أباركك أو علشان أنا أحقق لك شيء، لكن لو عايز تحمل اسمي لازم تحمله بحرية،
يعني علشاني وعلشانك. يعني ايه الكلمة دي؟ بالوصية دي يا أولاد الله بيخلق فينا إنسان، لو الأولى إنسان قادر أن يكون حر، في الوصية الثانية الله بيخلق فينا إنسان قادر أنه يحب، يحب، يحب. أيوة بركز على الكلمة دي، لأن إحنا فعلا ما نقدرش نحب. إيه مشاكلنا في العمق كلها؟ اسألوا الشباب اللي بيرتبطوا تاني يوم بيسيب، ارتبطت ليه؟ كان بيحبني. يعني ايه كان بيحبني؟ كان مهتم بيا، ودلوقتي بطل يكون مهتم بيا، فاذا الحب راح، اذا نقطع العلاقه. فاهمين قصدي؟ لان الحب اصبح مظاهر اللي انا بعمله علشانك. سوينا الحب بالحاجات اللي بتتعمل، عشان كده كتير من العلاقات بتتقطع بعد ما اول مشاعر بتروح، لان الله حررني في الوصيه الاولى سمعناها وعجبتنا، بس ما انتبهناش لحاجة، ان رجعت اكون عبد، مش للآلهة بقى اللي برا، مش للجمال، مش للسلطة، مش عبد لذاتي، لذاتي. الوصية الجاية التانية جاية تعمل ايه يا شباب؟ جاية تقولك اتعلم تحب، والحب يعني مجانية، مجانية. الحب لو ليه مقابل ما بقاش حب، الحب لو ليه مقابل ما بقاش حب. الحب أسمى صوره بتظهر لما بالعكس الآخر يبتدي يقل في الحب ده. شفت ليه في كنيستنا إن مفيش حاجة اسمها طلاق؟ لأن دايما في فرصة إنك تكمل تحب. شفت ليه في كنيستنا الكاثوليكية ماشية على عقيدة منذ القرون الأولى إن يسوع المسيح هو اللي بيكمل سر الزواج وسر الكهنوت والدعوات، لأنه دايما في إمكانية أنك تحب حتى لما التاني يقل في حبه، حتى لما التاني يجي أقل ومش قادر يهتم ومش قادر يحب، بحبك أنت قادر تقومه. دي العلاقة اللي الله عايز يدخلها فيها معانا. بيقول لك لا تحمل اسمي باطلا، يعني ما تدخلش معايا في علاقة إلا لو حب. ابن الأبو زوج لزوجته، ما تدخلش معايا في علاقة لأني مش هبررك. ده مش معناه يا شباب إن ما نطلبش ربنا اللي احنا ننجح، وما نطلبش من ربنا اللي احنا نتجوز، وما نطلبش من ربنا اللي احنا يكون عندنا بيت أو فلوس أو عربية، مش ده المقصود خالص. ما نبسطش الموضوع لكده، معناه أعمق. الله النهاردة بيقدم نفسه ليك في الوصية التانية وبيقولك تقبل اني اخلق فيك ابن ليا، تقبل اني اخلق فيك عروس زوجة ليا. باختصار تقبلني اب ليك، هي دي الوصية التانية، تقبلني اب ليك. بس ما انا عندي جروحات كتيرة يا ابونا المطران مع ابويا الارضي، ده واحد سابني وواحد مات وواحد بيعاملني بعنف وواحد. تقبل، تقبلني اب ليك، بس أنا بس تقبلني قبليك، تقبلني قبليك. والمين فيكم بيقول نعم دلوقتي بيحقق الوصية التانية قبل ما يحلف أو ما يحلفش؟ المين فيكم دلوقتي بيقول نعم يا رب أنا عايزك أب ليا؟ شباب اللي أنا بطلبه في الآخر قبل ما أختم حاجة واحدة بس نفكر فيها النهاردة، أنا بعبد ربنا ليه؟ فكروا كويس في السؤال ده، أنا عايز إيه من ربنا؟ أنا هو مطران، أنا عايز إيه من ربنا؟ أنا محتاجه في إيه؟ أنا رهبة، أنا محتاج ربنا في إيه؟ أنا قسيس، أنا شاب، أنا بنت، أنا إكليريكي، أنا محتاج ربنا في إيه؟ أنا بعبده ليه؟ أنا ليه موجود هنا النهاردة أصلاً؟ شباب لو الوصية الأولى كن حر، الوصية الثانية اتعلم تحب، اتعلم تحب. وصية النهاردة مش بس عشان نحب ربنا، وصية النهاردة عشان تتعلم تحب خطيبك، وتتعلم تحب مراتك المستقبلية، وتتعلم تحب دعوتك، لأن مش دايما دعوتك هتملك، ولا مطرانك هيشبعك بكلمات. لو ما عندكش من جوه حاجة حرة مجانية بتتولد في قلبك دلوقتي، دايما هتكمل شحاتة، دايما هتكون عبد.
وصية النهاردة بتقولك حابب تكون ايه؟ ابن ولا عبد؟ القرار في ايدك انت.